أساسي أو عامل أساسي ومهم من في قراءة العلاقات الإيرانية السعودية تتعلق بالمسألة الإدراكية، وأقصد بها كيف يدرك كل طرف الآخر، ما هي الصورة الذهنية التي يحملها كل طرف عن الآخر. وإذا نظرنا إلى هذه المسألة نجد أن العملية الإدراكية في غاية السلبية، يعني كل طرف يحمل صورة نمطية سلبية عن الآخر، وهذه الصورة الإدراكية تؤثر كثيرا في عملية صنع القرار لدى النخبة السياسية. وإذا نظرنا إلى دور كل دولة، كيف ترى النخبة السياسية في كل دولة دورها في المنطقة والعالم، نجد أنها في جزء منها تنبع من هذه الخارطة الإدراكية لدى كل طرف، وهذا يعقد من الصراع. ولذلك نجد أن هامش التوتر والصراع هو الأغلب عند الحديث عن مستقبل العلاقات الإيرانية السعودية. وبالنسبة للأزمة الخليجية، هي كشفت عن إشكالية في يعني نظام حل الخلافات في منطقة الخليج، والحاجة إلى نظام أمن إقليمي جديد يكون قادراً على حل الإشكاليات التي ظهرت مع أزمة مثل الأزمة الخليجية.